Samir, do you want to marry me? Yes. Yes, of course I want to marry you. Are your parents going to be okay with you marrying someone who isn't Saudi? Ah, لا تخاف. يا هلا. شايفتكم مصيفين والعبايات والدنيا ما شاء الله انفتاح. As long as you're Muslim, we're all right. انت حق سرير؟ سرير. No, سرير. You're furniture man. سمير برا ما حسيده. الرجال اللي جوا ده ما هو رجال العفش. أجل رجال إيش؟ زميلي سمير. You fix it. Yeah, almost, yeah. أيوة شو قلت لك شكله عامل مرة عامل. بتكلم عربي بابا. شكله دكتور مرة ما شاء الله. باكستاني انجليزي تكلم عربي. سمير هذا شرعي جاسوس. كنت اتمنى اعطيه لماما مونة. ايش يقول الرجال ده؟ زان سمبوسه دوقي ماما دوقي زان. You didn't tell them. انا وسمير نبغى نتزوج بعد. الزواج دي ما راح تصير صح؟ هي مقابله فقط، مو معنى كده ان انا وافقت. وانا حبدا. انت انجليزي ولا باكستاني؟ ماما حتبدا. ولو شالوا منكم الجنسية فين حتروح؟ باكستان؟ حروح حقوق الإنسان يشتكي عليك يا تير. اليوم حروح بيت بابا طيب؟ القهوة معلمتك كيف تشربيها؟ هو كذا الطلاق مرة صعب الصراحة. أنا ما شفت ولدي لي 3 شهور. ويطلع أسوأ ما في الإنسان. السلام عليكم أبو جي. We also don't agree to this marriage. أنا أبغى رجال يكون متأكد إن هو يبغاني أنا وبنتي. أنا متأكد أنا أبغى أتجوزك ولكن أنا غير مرغوب فيها. فعلا الزواج فكرة سيئة. جمعة العيد إن شاء الله حتكون عندي وحتكون أحلى لك. أنا أحب رزان وما أقدر أعيش من غيرها. اديله فرصة. بابا لازم تتأكدي إنه ما في أحد في الدنيا يهمه سعادتك قدنا إحنا. يعني متأكدة بتتزوجني أنا؟ أنت يا ودوليبا.